معنا سعادة الدكتورة فريدة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية في مركز أبو ظبي للصحة العامة. سعادة الدكتورة فريدة، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش حالك؟ إن شاء الله طيبة، عساك بخير. خير ونعم الله يسلمك. دكتورة فريدة، ما شاء الله دائما ما تسعدنا كونها المتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي في الدولة، ودائما ما يعني نحرص على سماع دائما لقاءاتها. دكتورة، نلقي الضوء على الفئة اللي أصيبت بمرض كورونا ويتعذر عليها أخذ اللقاح لفترة أطول، كيف سيتم التعامل معهم بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية اللي تطالب بسرعة أخذ اللقاح؟ هذا أول شيء، تفضلي. طبعا في البداية أحيي المتابعين البرنامج وأحييكم على جهودكم وعلى تواصلكم المستمر لتوضيح بعض الحقائق والمعلومات للمستمعين. طبعا بخصوص موضوع الفئات المستثناة، في بداية شهر مايو تم الإعلان على أن حطينا آلية للأشخاص اللي عندهم استثناءات لأسباب مختلفة، قد تكون حالة طبية، شخص كان مصاب في السابق، أو سيدات حوامل مثلا، ففي فئات معينة مستثناة من اللقاح. اليوم هذه الفئات نطلب منهم التوجه لأحد مراكز التطعيم التابعة لشركة صحة أو التابعة لشركة مبادلة، أو الاتصال في مركز الاتصال التابع لهذه المزودين لأخذ موعد، وبعدين يتم تقييم الحالة. السيد اللي تواصل، الفاضل اللي تواصل معاكم أنه كان مستثنى لأنه كانت عنده مناعة، طبعا أقترح عليه أنه يتواصل مع أحد مراكز التطعيم ويتوجه لهم، ممكن يطلبون منه إعادة الفحص إذا كان الفحص قديم، أو أنه يستندون بالفحص اللي كان موجود في الفترة السابقة، وبناء عليها يحددون هل هو لازال مستثنى. إذا لازال مستثنى راح نبدأ حاليا نعطيه أو يعني نحط له إثبات أن هذا الشخص مستثنى من اللقاح لسبب معين، وإذا كانت الفترة كانت طويلة وممكن يحتاج التطعيم راح ينصحونا بأخذ التطعيم. طبعا الأشخاص المصابين في السابق من المرض، إذا كانت المرض كان شديد، يعفون من التطعيم لفترة معينة وبعدها ممكن إعطاهم اللقاح. طيب الإثبات دكتورة ما هو؟ لأنه كان يتحدث عن يعني ما هو الدليل أني أنا أصلا معذور من أخذ اللقاح، يعني شيء يشير إلى أني أنا طبيا معذور من أخذ اللقاح. هذا راح ينعكس إن شاء الله في برنامج الحصن لاحقا، شغالين على هذا الموضوع، ولكن حاليا ممكن يطلب إثبات رسمي يعطيه للجهات المعنية. طبعا اليوم ما نقدر نقول أن الشخص المعفى من التطعيم ممكن أن أنا أعامله مثل الشخص المطعم. ليش؟ لأن خطورة إصابته أو احتمال إصابته أو تعرضه للمرض مختلف. فهي فئة مستثنى تحتاج إثبات أنها مستثنى من اللقاح في الوقت الحالي بالضبط، وبالتالي لازم نعطيه إثبات ونعطيه أيضا معاملة مختلفة. وتم أيضا في التعميم الصادر من المكتب التنفيذي توضيح أن هذه الفئات دورية الفحوصات، أن أيضا راح تغطى فحوصاتهم بشكل مجاني، فاليوم أكيد لهم معاملة مختلفة. ولكن أيضا أنصح الأخ الفاضل أن استمرارية الفحوصات مهمة بالنسبة له. ممتاز، يعني هو لابد أن يكشف على نسبة بين الفترة والثانية ويشوف مدى مستوى خلينا نقول المناعة عنده، الأجسام المضادة ضعفت ولا ما زالت في مستواها، يحتاج إلى تطعيم ولا ما يحتاج الآن يتأجل شوي وما شابه. هذه ضرورة لابد منها، ولكن في المقابل لابد أن يكون عنده ما يشير إلى أنه مش قادر ياخذ اللقاح في الفترة الحالية لدواعي الاستخدام، لربما للعمل على سبيل المثال. في بعض الأحيان جهة العمل تطلب منك أسباب عدم حصولك على اللقاح الآن، يعني بين الفترة والثانية رسلوا لنا إيميلات برر ليش ما أخذت اللقاح، جيب تقرير طبي داعم لهذا الموضوع، فلذلك هو يحتاج إلى هذا الإثبات. طيب دكتورة، ما قدمته الآن الإحصائيات الأخيرة في الإمارات الحمد لله رب العالمين، هي مجموع يعني ما قدم من جرعات اللقاح 12 مليون و900 وشيء، أو وصل إلى 13 مليون الآن، لأن هذه الإحصائية إحصائية أمس. حكومة دولة الإمارات أيضا من خلال الإحاطة الإعلامية عقدت هذه الإحاطة للتعريف بآخر المستجدات، جميلة. ولكن في 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 ايضا في 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 جانب اخر، انه اعتمد الجرعه الاضافيه من لقاح سينوفارم بعد مرور 6 اشهر
من الجرعة الثانية وفتح الباب للجمهور لتلقي الجرعة الداعمة الإضافية من هذا اللقاح. الآن نوضح فيما يتعلق بأخذ جرعة ثالثة ومن هم الفئة اللي ينصح بأخذهم هذه الجرعة. طبعا بخصوص الجرعة الثالثة يعني أود بالإشادة أن دولة الإمارات من أوائل الدول التي أعلنت هذا الإجراء، ولكن أيضا تبعتها الكثير من دول العالم بأهمية الجرعة الداعمة، تختلف من لقاح إلى آخر. حاليا الباب مفتوح للأشخاص اللي أكملوا 6 أشهر وما فوق من الجرعة الثانية، مر عليهم أكثر عن 6 شهور، ممكن أن يتوجه لمراكز اللقاح. الأولوية حاليا لفئة كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، كون يعني طبيعة تعرضهم للمرض أو مضاعفات المرض المحتملة أكبر عند هذه الفئة. حاليا نحن فاتحين الباب لهذه الفئة للتوجه لمراكز التطعيم وأخذ اللقاح، يعني عن طريق المواعيد، وأيضا فتحنا الباب بشكل موسع في جميع مراكز اللقاح التابعة لشركة الصحة. معناتها الحين اللي شو اسمه فوق 60 سنة أو اللي عندهم أمراض مزمنة هم لهم الأولوية، ما يروحون يعني غيرهم، صحيح؟ حاليا نعم، مختصرينها مش أولوية في الحالة، اختصار الفترة الحالية على هذه الفئات. الأشخاص من فئات الأخرى ممكن أن يأخذ موعد، ولكن الأولوية راح تعطى إذا كان من هذه الفئات. ممتاز، إذا بقية الفئات ممكن يأخذون موعد، أي ما يروحون نعم. هناك ويتفاجئون بدون موعد، يقول لك لا إحنا ما قلنا لك تي، احنا قاصدين الفترة هذه على كبار السن واصحاب الامراض المزمنة، خذ موعد وتعال. اسمح لي اخويا بس اللي فتحناه حاليا بدون مواعيد هو لقاح فايزر لغير المطعمين سابقا. اليوم ممكن تتوجه للمركز وتقولهم انا محتاج لقاح، انا ما طعمت قبل، فهذه الفئة احنا فاتحينهم الباب وندعوهم ونشجعهم لاخذ اللقاح، لانهم فئة بسيطة ومحدودة من المجتمع، بس مهم ايضا ان احنا نحاول نوصل لهم. اي ممتاز، اللي حابل وعنده الرغبة في الحصول على لقاح فايزر يروح بدون موعد، صح؟ ياخذ اللقاح. نعم. طيب نعم. ما دامك ذكرتي فايزر، تطعيم الأطفال من 12 سنة ل 15 سنة فايزر نقدر نطعمهم، ولكن في بعضنا ينتظر سينوفارم، وانت أشرتي أمس أيضا في الإحاطة بأن في دراسات حاليا فيما يتعلق بإمكانية إعطاء سينوفارم للأطفال من 12 سنة إلى 15 سنة. بالنسبة للقاح سينوفارم حاليا يعني ننتظر البيانات المتعلقة بهذا الموضوع، ونفهم مثل ما طرحنا البارحة أن إحنا متوقعين أن أكثر من لقاح رح يفتح بالإضافة إلى فايزر، فقد تكون في خيارات أكبر في المرحلة القادمة، لكن طبعا إحنا كإجراءات نتأكد من سلامة وفعالية اللقاح لازم ننتظر نتائج الدراسات الصادرة في هذا الموضوع، ونتأكد أن التطعيم آمن وفعال لهذه الفئة، لأنها فئة أكيد غالية على قلوبنا يعني. طبعا. طيب الحالة هذه ننتظر ولا نأخذ فايزر، خاصة يعني إذا كانوا مثلا الأباء ماخذين سينوفارم فيقول لك خلنا نأخذ كلنا سينوفارم أفضل لدواعي، لربما في يوم من الأيام سافرنا مثلا لدولة معينة قالوا لك بس إحنا نقبل سينوفارم أو نقبل مثلا فايزر، فبالتالي هل ننتظر سينوفارم ولا نطعمهم فايزر؟ اليوم هذا الخيار موجود لفئة أولياء الأمور لأخذ القرار. طبعا اليوم ما في تشديد في فئة الأطفال، لأن أصلا حتى الفئات العمرية الموجودة حاليا محدودة، احتمال أنها تفتح لفئات أصغر في المرحلة القادمة بناء على الدراسات القائمة، ففي خيارات راح تطرح، ولكن اليوم إحنا دائما نحرص أن أول وأفضل خيار يكون موجود. ممتاز ممتاز، وضحت، جزاكم الله خير. مشكورة سعادة الدكتورة فريدة الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية في مركز أبو ظبي للصحة العامة والمتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي في الدولة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، ودمتم بصحة وعافية. اللهم آمين وياك وياك المجتمع بإذن الله تعالى. نرجع إلى الرأي.